الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، لا ينفون عنهم ما وصف به نفسه أو وصف به رسوله، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفات العلا العلا، ويحرفون الكلام عن مواضعه، ويوحدون في أسمائه في أسماء الله جل وعلا وآياته. هنا كما قلنا وسطيت أهل السنة والجماعة بين التعطيل وبين التمثيل. التعطيل عشان تفهم، التعطيل المقصود به هنا هو التعطيل الكلي وتعطيل جزئي. التعطيل الكلي وتعطيل جزئي، والتعطيل الكلي يتبناه الجهمية لأنه ينفي كل الأسماء والصفات، ومن التناقض أنه يثبت ذاتا. لذلك مثل هذا يطبق عليه أن القول في الصفات كالقول في الذات. وتعطيل جزئي هذا المعتزلة والأشاعرة. أما المعتزلة فهم يثبتون الاسم دون الصفة، المعتزلة يثبتون الاسم دون الصفة، والأشاعرة يثبتون ذاتا ويثبتون سبع صفات ويحرفون باقي الصفات. هذا التعطيل الجزئي والكلي. أما التمثيل فهو الغلو في الإثبات. التمثيل أصله الغلو في الإثبات. يقولون نثبت له يد لكن يده كيد زيد وعمر. وأما التمثيل فهو التوغل والغلو في الإثبات، لكنهم كما قلنا يجعلون صفات الله كصفات الخالق كصفات المخلوق. وقال نعيم بن حماد: من وصف الله، من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، لكن هؤلاء معهم بعض الحق وهؤلاء معهم بعض الحق. أما التعطيل فهو حق في نفي كل ما لا يليق بالله جل وعلا، في نفي كل صفة توهم النقص أو الحدوث، ولأن الله تعالى له الكمال المطلق والبهاء المطلق والعظمة المطلقة، فيكون هذا عين التعطيل الذي جاء به السلف. وأهل السنة والجماعة يثبتون ذاتا ويقولون لا يصح في الأذهان شيء إن أثبتنا ذاتا ألا تكون لها صفات، فكل ذات لها صفات، فيثبتون على ذلك الذات والصفات والأسماء لكن على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته. إذا في أهل السنة والجماعة أخذوا من أهل التعطيل نفي الصفات التي لا تليق بالله جل في علاه، هي الصفات السلبية، فهذا تعطيلها واجب إن صح التعبير طبعا، لكنها نفيها عن الله جل في علاه واجب. فاتفقوا مع أهل التعطيل في هذه الجزئية. والتمثيل هو الغلو في الإثبات كما قلنا، يثبتون ذاتا كذات الخلق وصفات كصفات الخلق. نعم، هذا هو منهج التمثيل، أي الذي يتوغل في الإثبات، وهذا لا يليق بالله جل. كما قلنا مثل ثلاث وسطية بين التعطيل والتمثيل، والتمثيل كما قلنا هو الغلو في الإثبات، والتعطيل الغلو في النفي. هذا غلو هذا غلو، لكن هذا من طرف وهذا من طرف. وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، نظروا بعينين جميلتين، أخذوا الحق من هؤلاء في التعطيل بنفي الصفات السلبية عن الله جل في علاه، وأخذوا من هؤلاء الإثبات، فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه في الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، فصاروا وسطا بين هؤلاء وبين هؤلاء. طيب، نقف عند هذه ونقبل إن شاء الله في الدرس القادم في بيان السلسلة في التفريق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل التعطيل الذين نفوا صفات الله تجرؤا، وأهل التشبيه الذين توغلوا في التشبيه فأثبتوا خالقين مع الله جل وعلا. وأهل السنة والجماعة أخذوا الحق من هؤلاء ومن هؤلاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.